لقرعة بطولة اتحاد غرب آسيا. نتكلم هنا لكرة القدم تحت 23 سنة اللي بيشارك فيها منتخبنا الأولمبي. كنا اتكلمنا مع حضراتكم أنا وكريم قبل كده عن أهمية المشاركة دي واختيار كمان منتخبنا عشان يشارك فيها، طبعا أمر جيد جدا. قرعة أسفرت عن وقوع المنتخب الأولمبي مع منتخب الإمارات، ده هيكون في المجموعة الثالثة، أما السعودية هتكون مع الأردن في المجموعة الأولى، كوريا الجنوبية هتكون مع تايلاند في المجموعة الثانية، وأستراليا هتكون مع العراق في المجموعة الرابعة. طيب البطولة الودية دي هتقام في السعودية، هتكون تحديدا من 18 ل 26 مارس، والفائزين من المرحلة الأولى هيروحوا للدور التالي في نصف النهائي، بعد كده هيروحوا طبعا للنهائي، والفائز من لقاء مصر والإمارات هيلعب مع الفائز من المجموعة الرابعة اللي هي أستراليا أو العراق، والخاسر من أو الخاسر هيلعبوا على المراكز من الخامس للثامن. أعتقد في المجمل دي بطولة ودية لكن مهمة جدا، نتكلم لمنتخبنا الأولمبي واللي هيشارك في أولمبياد طبعا باريس، فتعتبر زي استعداد قوي جدا. احنا محتاجين كل يعني خلينا بتقول كل الماتشات الوديه اللي ممكن نستطيع الحصول عليها بالخبرات المختلفه بالفكر المختلف، اعتقد مهمه جدا لمنتخبنا، لان هو هيبدا بقى يدخل في معسكر بالمدينه الاولمبيه، هتكون بالعاصمه الاداريه، فبنتمنى ليه كمان كل طبعا التوفيق.